ما دمنا نزلنا إلى السوق لنكمل ما ينقصك آيغول. تعلمين عودة جيركوتاي قريبة. أنت تهتمين بي وسط كل هذه الهموم. سلمتي سيدة مالهون؟ إن أمي مصممة تريد عقد مراسم زفافكما. إن شاء الله ليعود بالخير أولا. تفضلي سيدتي. تعالي. أقمشتنا ممتازة. انظري إلى هذا. لدينا أفضل البضائع. تفضلوا. ما رأيك في هذا؟ لدينا أفضل الجلود. تفضلوا تفضلوا. أرنا هذه. هيا. أرني نوعا آخر. هل هذا جيد؟ أعطني من عنا. تفضلي. تعال واشتروا. هذا اللون يليق بك كثيرا. بضائعنا مضمونة. تفضلوا تفضلوا. إلى هنا إلى هنا. أعطني واحدة. بوران، خذ هذه. حسنا يا أخي، خذها. هيا. أهلا بك. تفضلي. سيدي، جاءك النور. ما كان يجب أن يأتي أحد إلى هنا. من الواضح أن الأمر مهم. فله أن يأتي. خيرا كنور، قلت لك أن تبقى في الخان، لماذا أتيت؟ لو لم يكن الأمر مهما لما أتيت. عثمان، كنت أتقفى أثره، وجدت مكانه. لكنهم كثر، ولم أستطع مهاجمتهم. كم يمكن أن يكون عددهم؟ إنهم عاجزون أمام جنودنا. أيها الجنود، هيا. سيدي،
سيدي، كونور ألب أخرج جيخاتو والوزير من بين الجنود. أدامه الله. لقد حان وقت التحرك، هيا ليتجهز الجميع، سوف نهاجم، سننقض على المغول، إن اضطر الأمر سنستشهد. لنرتاح قليلا هنا. يبدو أن هذا المكان أفضل من أجل الراحة. خارجي ومداخل القلعة مرسومة هنا منذ زمن، انظر أيها الطرقات أفضل للذهاب منها. تثبت إن كانت المداخل هي المرسومة هنا، وإن لم تكن فرسم غيرها. سيدي، أنا راعي أغنام. أنت الوحيد الذي يجيد التخفي. سيدي، كنت أنتظر الوقت المناسب لأخبرك بنفسي. عندما سألتك ما اسمك قلت راعي أغنام، قل من أنت؟ أمي سمتني أكشا ووضعت الإيمان في قلبي، وأبي علمني ركوب الخيل واستعمال السيف. كنا نرعى أغنامنا يوما، فجاء كلاب الحكام ودهموا قطيعنا. أبي استشهد وأنا أسرت يا سيدي. قام نجار أرمني بتربيتي، لكن أنا تركي يا سيدي، لا أرضى بالأسر، قلبي حر دائما. رسمت كل التفاصيل للهرب، لا يوجد حجر لا أعرفه. قلت لابد أن يأتي يوم من الأيام أهاجم فيه أسوارهم، أقسمت على ذلك. انتظرت كثيرا حتى تأتي هذه اللحظة، ثم أتيت في يوم من الأيام ودخلت وسط قطيعي، فحا
حمدت الله يا سيدي. عندما نسير في طريق الحق أيعقل أن لا نتقابل يا أكشا؟ طريق الحق واحد يا أخي. سيدي، أنا يا سيدي. سيدي، لا تنظر لعقلي الذي يذهب ويأتي، ضبطه يكون صعبا. لا، أنت لا تضبط عقلك أبدا، لا تفعل حتى يكون لنا نصيب أن نضبط كل القلاع. سلمت سيدي، سأكون طوال عمري بجانبك سيدي.